حنكمل المشوار. عمال احرار حنكمل المشوار. عمال احرار حنكمل المشوار. شركة صينية بثمن بحث، فشباب اسكندرية الحاويات بعد الثورة طالبوا بحق اسكندرية الحاويات في هذا الرصيد، وده مطلب يعني مطلب عادل، لأنه محق إنه يكون خير مصر لشعب مصر. فضل ربنا يعني بايه بتسحى منه على طول. اليوم تنظر محكمة جناح المينا قضية عمال الحاويات الذين تعرضوا لظلم شديد بسبب وقوفهم ضد إدارة الشركة وضد العقود المبرمة التي تدور في الصالح العام. صدر حكم غيابيا ضدهم بالفصل بالحبس لمدة 3 سنوات والعزل من الوظيفة. ونحن كمركز شباب حقوق الإنسان ولجنة الاتحاد بالنقابة وعدد كبير من المحامين نتضمن مع عمال اليوم لنقف بجانبهم في مطالبهم المشروعة التي تمثل الحفاظ على المال العام لجمهورية مصر العربية. جايين النهارده المحكمة عشان نقف مع اخواننا العمال في شركة اسكندرية زاوية الحاويات 5 اللي اتحكم عليهم بالسجن 3 سنين وغرامة 10,000 جنيه وعزل الوظيفة لمدة سنة بعد تنفيذ الحكم، وعشان تهمة ان هم حرضوا على اضراب هم متهمين بعمل اضراب وتحقيق خسائر خلال هذا الاضراب، والحقيقة ان مش هم دول اللي هم عملوا اضراب، ان الشركة كلها كانت مجربة نتيجة ان هم لهم مطالب وحقوق ومطالب لاصلاح الشركة وتغيير منظومة الفساد في الشركة، وهي ناس مطالب فهوية بالمرة
وتم التفاوض مع المنطقة الشمالية والعمال عشان يعاد العمل للشركة. فكان الخمسة دول هم الوقاع على محض. أنا أحمد صادق رئيس النقابة المستقلة في شركة سنادة دول الحاويات. إحنا مسكنا ملف فساد كبير. مسكنا ملف فساد كبير يطول هيئة المينا بخصوص توقيع عقد ما بين هيئة مينا اسكندرية والشركة والشركة الدولية لدول الحاويات. الراجل اللي مضى العقد ده في 2005 أصبح رئيس مجلس إدارة شركة القبضة، وبناء عليه الراجل بدأنا نفتح ملف الفساد ده، وقدمنا بلاغ للنائب العام ورفعنا قضية في مجلس الدولة. بلغ النائب العام اتحفظ، قضية مجلس الدولة مشيت وفي حكم فيها إن شاء الله. كان في جلسة امبارح في حكم فيها 29/12 ده الحكم القضية دي. ابدأ. احنا جينا النهاردة إن شاء الله يعني لجنة حماية المهنة عن المهندسين، عن نقابة المهندسين. نقابة المهندسين بتقوم بالدفاع عن أي عامل من عمال مصر، بتقوم بالدفاع وتقوم بالدفع بمحامين عن طريق النقابة بالدفاع عن أي محامي سواء من خلال لجنة حماية المهنة، سواء ان هو قاموا بالتهادو او قاموا بالتعسف في استعمال الحق ضده. عندي قضيه عمال الحاويات كانوا بيمارسوا حقهم للاضراب، اصبح حق ما اصبحش جريمه، وطالما هو حق ما ينفعش يتعاقب كل من يمارس حقه على ممارسته لهذا الحق. وعشان كده جاي كوكبه من المحامين الاستاذ احمد الصمراوي والاستاذ سيد فتحي وزمايلنا الاسكندريه الاستاذ عبد الرحمن الجوهري، كلنا جينا عشان نتضامن مع العمال ونترافع نيابه عنهم عشان ربنا يوفقنا يعني في الحصول على البراءه تاكيدا لتوقيع مصر على الاتفاقيه الدوليه تحت حق الاضراب، وبالتالي نسخ الماده 124 من قانون الاضراب. العمال اصحاب حق مشروع في استعمال الاضراب والتظاهر دفاعا عن حقوقهم، والذين أحالوا هذه القضية إلى المحاكمة هي عقول متخلفة ما زالت تعيش في زمن الماضي الذي يجرم هذه الحقوق البديهية التي حفظتها الدول المتمدنة والدول الديمقراطية وجعلتها حقا أصيلا من حقوق العمال ضد أصحاب العمل. وبالنسبة للقضاء طبعا القضاء لا يمكن أن يعتدي على حقوق العمال أو يقف في صف السلطة في مواجهة الطرف الضعيف الذي يدافع عن حقوقه التي نهبت على مدار 30 عام. فعندما قامت الثورة دفاعا عن هذه الحقوق قام العمال مطالبين بحقوقهم كاملة غير منقوصة، فلا يجوز تجريم الأفعال التي قاموا بها دفاعا عن هذه الحقوق. القضية النهاردة زي ما هو معروف هو المعارضة على الحبس حكم الحبس الصادر ضد خمسة من العاملين في شركة اسكندرية تداول الحاويات بزعم قيامهم بإضراب، وكلنا عارفين ان هذا الإضراب وطعاب المناسبة صدر ضد كل واحد منهم حكم بالحبس جيابيا 3 سنوات. احنا طبعا بنأكد ان الإضراب ده حق مشروع، غير انه حق قانوني ودستوري، هو حق مكتسب فرضته ثورة 25 يناير، ولا ينبغي ولا يجوز ولا نعمل على التنازل عنه لكل العاملين، لأن حق الإضراب هو حصن للعمال وللعاملين في طرح مطالبهم على الإدارات، وخاصة حينما تكون إدارات فاسدة مثل إدارة شركة اسكندرية لتداول الحاويات اللي كل أوراق القضية بتقول إن سبب إضراب وامتناع العمال عن العمل كان بسبب طرح وكشف فساد الإدارة وليس لطلبات فئوية خاصة بهم. سعد زيل محامي ائتلاف عمال اسكندرية. أنا جاي متضامن مع عمال الحاويات اللي هم فصلوهم وقفوا حبس بسبب الظلم، اللي هم وقفوا مش الظلم وكانوا بيقولوا كلمة حق يعني. القضيه بتاعت النهارده والله يوم عمال شركه اسكندريه تداول الحاويات والبضاعة كانوا عايزين يغيروا رئيس مجلس ادارتهم نظرا للفساد الاداري اللي كان موجود في الشركه، واللي ادى الى انخفاض معدلات الاداء في الشركه وهروب الخطوط الملاحيه، وده كان بيأثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، لان ده كان بيؤدي ان الخطوط تهرب لشركات منافسه، وكان الاقتصاد المصري بيتأثر بكده. فقاموا العمال باضراب
في شهر اكتوبر العام الماضي وفوضونا بثقتهم فينا كمهندسين وكعمال في الشركة ان احنا نتكلم باسمهم وفضلنا الاضراب في يوم 4 اكتوبر اللي فات. يا سامي جمعت البلد. انا بشكر الاستاذ الدكتور علي بركات نقيب المهندسين وبشكر الامين العام مهندس ايمن شمس وبشكر امين الصندوق المهندس اشرف عمر وبقيه الزملاء في مجلس النقابه النهارده وبشكر المهندس عادل كمال مدير عام النقابه الراجل المحترم اللي النهارده عمل لي انا تفويض شخصي بالحضور عن النيابه عن نقابه المهندسين بالاضافه للمحامين الموجودين من النقابه واحنا يعني بنشكر مجلس النقابه لتواصلها وتضامنها مع احد الزملاء ويعني الحمد لله رب العالمين ان شاء الله نتمنى النهارده يكون خير بالنسبه للعمال ياخدوا حكم البراءه النهارده ويتلغي الاحكام الصارمه عليهم.